لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عظم الله لكم الأجر مشاهدين الكرام، وأحسن لكم العزاء أينما كنتم. ونعزي الإمام صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه الأيام، هي أيام الفاطمية بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. فنسأل من الله العلي القدير أن يعجل لنا في ظهوره، وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامجكم هداية السائل، وكذلك نرحب بفضيلة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، إذن نرحب به سوية. حياكم الله سيدنا، وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. عظم الله لكم الأجر. الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام، ابتداء من 11/3 المصادف إن شاء الله السبت القادم سيكون برنامجكم برنامج هداية السائل في الساعة 17:00 البث المباشر إن شاء الله يكون في الساعة 17:00. وكذلك نذكركم أيضا للمشاركة في البرنامج يمكنكم إرسال رسائلكم واستفتاءاتكم عبر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. إذن سيدنا، ما زال الحديث حول أسئلة الأخوة والأخوات من السادة المشاهدين. الأخت أم يوسف من البصرة تسأل جنابك، تقول زوجي توفى من قبل 6 أشهر، وهو ما كان يصلي أو كان يصلي وبعدها يقطع بالصلاة، هل من الممكن أنه أني أصلي نيابة عنه وكذلك أني الزوجة الثانية إليه؟ طبعا سيدنا، هذا السؤال أو مثل هذه الأسئلة دائما تتكرر في البرنامج، ونطلب من جنابكم التوضيح. تفضل. بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع الكرام أطال الله بقاءهم، بمناسبة هذه الأيام، أيام شهادة الزهراء عليها السلام، لعن الله ظالميها وقاتليها إلى يوم الدين. في مفروض السؤال أن هذه المرأة تسأل عن صلاة النيابة لزوجها المتوفي. طبعا الوجوب ليس عليها، الوجوب على الولد الأكبر لهذا الرجل الميت المتوفى. إذا أرادت أن تصلي له نيابة الصلوات الفائتة عليه فتبرعان منها يجوز. نعم. أما وجوب، لا، الوجوب على الولد الأكبر. بس مرات تقول لك أنا حق العشرة أريد أقضي تبرعان، لا بأس تبرع. تقدر تصلي نيابة عن زوجها الميت. كذلك عندنا الأخت منتهى من البصرة تسأل جنابكم، تقول هل يجوز أزور المراقد المقدسة وأنا على حيض أم لا؟ زيارة المراقد المقدسة، طبعا الدخول في الداخل يعني في الضريح أو في المكان الذي يصلى فيه، يعني فيه أحكام المسجدية، لا يجوز مكوث الحائض داخل هذا المكان. نعم يجوز جوازا، يعني تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر دون أن تقف في المكان. نعم يجوز لها الزيارة، أن تأتي للزيارة، لكن لا تدخل في المكان المحكوم أنه مسجد أو محكوم بأحكام المسجدية، لأنه لا يجوز لها أن تمكث داخل هذا المكان. زين، هي متوجهة للزيارة وبعدها سيدنا حدث وصار عندها الحيض، في هذه الحالة شنو زيارة تكون؟
هي تقدر تزور، يعني تقدر تأدي مراسم الزيارة، لكن بشرط أن ما تدخل داخل الضريح فقط، هو هذا الشرط. أما أنه تقعد مثلا برا خارج الصحن في مكانات داير ما داير مثلا الصحن الشريف بالحضرة ما يصير، بالحضرة لا، لأنه محكوم بأحكام المسجدية. نعم. وأحكام المسجد منها ألا تمكث أو ألا يمكث، لا تمكث الحائض ولا يمكث الجنب في داخل هذا المكان. المكوث أقصد به يعني البقاء، أما الجواز مرور يعني من باب يدخل من باب يطلع من باب ما يخالف، لكنه إذا دخل من باب وقعد لا، هذا لا يجوز. سيدنا طبعا أكو ناس يعني باعتقادهم ما تنكتب لهم الزيارة إذا ما يوصل للضريح المقدس، بل يعني هنا تقول لك أنا خلاص هذه زيارتي ما انقبلت وراحت عليه الزيارة، شنو جنابك توجه لهم كلام وشنو تحب تنصحهم؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. الزيارة إذا كان بتوجه صحيح، الإنسان يتوجه إلى أبا عبد الله مثلا أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثلا في النجف، أو إلى أي إمام في أي مكان، سواء في سامراء، في بغداد، في النجف، في كربلاء، في مشهد مثلا، أو في المدينة المنورة، إلى أي مكان إذا توجه وأدى مراسم الزيارة فإنها مقبولة إن شاء الله. أما مسألة ما يشاع بين النساء، هو طبعا في الخصوص مو فقط بين الرجال، بين النساء بالخصوص، أنه إذا ما تقربت بقرب بحيث أنه تكمش الشباك، فإذا ما سوت هيك يعني ما مقبولة هذه الزيارة، لا هذا مو صحيح. وإنما الأئمة عليهم الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث وجهوا شيعتهم إلى الزيارة حتى ولو من بعد، حتى ولو مثلا على الأسطح، طبعا لمن كان بعيدا عن هذه الأماكن، لكن مثلا اللي موجود في داخل كربلاء أو ساكن مثلا في المدينة اللي فيها الضريح المقدس، لا هذا يستحب له، بل ينبغي له أن يزور في داخل الضريح. هسه سواء كمش الشباك أو ما كمش الشباك، هذا ما يدخل في مسألة قبول هاي الزيارة أو عدمها، ما لها علاقة مسألة استلام الشباك المقدس أو مصافحة الشباك المقدس في مسألة قبول الزيارة من عدم قبول الزيارة. التوجه كافي، الشخص حينما يتوجه لزيارة أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام بقلب سليم، بطهارة داخلية وخارجية منه، سلامة القلب، هذا كلش كافي. زين سيدنا، يعني هو المقصود من أو المفهوم من الزيارة هو فقط أنه الزيارة وذهاب السلام على الإمام، أم قراءة الزيارة والقيام بالركعتي الزيارة، أو ماذا؟ هي طبعا فيها الزيارة فيها بعض الخصوصيات، منها أنه يمشي إلى الضريح المقدس وهو مقصر الخطى، يعني بخطوات قصيرة. ليش؟ لأنه إحنا في الروايات أن في كل خطوة عمرة وفي كل خطوة حجة مبرورة مقبولة، فيستحب له أن يقصر الخطى حتى تكثر ويكثر معها شنو؟ ثوابها. زين، في داخل الضريح المقدس هناك آداب، من الآداب أنه يستأذن للدخول، من الآداب أنه بسكينة بوقار، لأن من هو المزور؟ أنت زائر، المفروض تعرف من هو المزور، من الذي أنت جاي لزيارته، لأن أنت راح تقول في الزيارة جئتك عارفا بحقك. العارف بالحق ينبغي له أن يعرف من يزور، ويعطي بذلك، يعطي حقه ويزور بما يناسب المزور. الآن المشاهد في الأضرحة المقدسة رفع الصوت مثلا
بالصلوات بغيرها بالمنادات ما أدري شلون يرفعون أصواتهم، مع العلم أن رفع الصوت في حضرة الإمام عليه السلام ما مناسب، لأنه خلاف الأدب أن يرفع الصوت على صوت الإمام أو على الإمام. نعم. شوف التسلع الآن اللي يدخل الموالي من يدخل بني داخل هو بلهفة سيدنا، احنا لازم شوية اللهفة من باب اللهفة والاشتياق والحب لهذا المعصوم، ولهذا تشوفه يقول عطروا أفاكم بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل المفروض ينبغي أن تناسب الآداب مع هذه اللي تفضلت بها اللهفة، فاللهفة تكون مناسبة للأدب، لأنه أنا أعرف بحق هذا الإمام وأنا جاي أزوره، فالمفروض آداب الزيارة يتحلى بها. زين، مع ما يخالف الشوق واللهفة لا ينافيان الآداب ولا يتعارضان معه. أحسن. زين، بخصوص الزيارة يعني خلي أخذ هذا السؤال وبعدها أنتقل أكمل أسئلة الأخوة والأخوات. موضوع الزيارة يعني إذا فرضا واحد دخل للإمام وبس سلم وطلع من الحضرة، تنحسب للزيارة مثل ما أنه الشخص ذاك اللي يقرأ ويدعي ويتوسل وكذا وكذا؟ هي كل مقاييس وحدة تختلف. لا هي كل وحدة من عندهم طبعا المقاييس فيهما تختلف واختلافها شديد. أروي لك رواية. تفضل. هي رويت عن أو حكاية وردت عند في بعض الكتب عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في النجف، كان يباحث في بيته وبيته قريب من الصحن الشريف، فأعابوا عليه بأنه ليش ما يزور، هو بيته قريب ليش ما يزور، لاحظت؟ فعرف بهذا الأمر من بعض خواصه، فذكر لهم قال لهم أنه أنا أزور أمير المؤمنين عليه السلام من فوق السطح، يعني المكان قريب من أمير المؤمنين اللي هو الآن المسجد الموجود في شارع الطوسي، هو هذا كان بيته، فلما يصعد إلى فوق السطح ويتوجه إلى أمير المؤمنين المكان يختلف مثلا؟ لا، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، سواء سلم أو أدى الزيارة كما هي مثلا مدروجة في كتب الزيارات من قراءة من استئذان للدخول من إلى آخره، وهي آداب الزيارة معها، وقبلها أيضا من مواضيع مثل الغسل وغيرها والتعطر للذهاب إلى الزيارة. طبعا اللي يزور الإمام عليه السلام سواء أدى ذني كلهن أو سلم فقط، يعني بمجرد أن توجه إلى أمير المؤمنين أو الإمام الحسين عليه السلام وأدى السلام، قال السلام عليك يا أبا عبد الله مثلا عليه السلام، التقبل والثواب الذي يعطى لهذا السلام وربما يكون أكثر من إجراء الآداب والزيارة وغيرها وكذا. ليش؟ لأنها راجعة إلى سريرة هذا الشخص وتوجه هذا الشخص، وربما أيضا العكس، ربما هذا اللي أدى الآداب وإجا حضر يم الإمام ودخل الضريح وكل الآداب سواها مع سلامة السريرة والقصد وغيرها والنظافة الخارجية والداخلية. ليش؟ لأنه إحنا الدين المعاملة، مو أنا أجي أزور وسبحتي وكل مظاهر المسلم المتعبد وأجي أزور لكن أنا من داخلي مو نظيف، بس سويت هذه أو إجيت مجرد بس سلميت، شو راح يكون المقابل؟ لاحظت؟ الزيارة حينئذ تقاس بهذا المقاس، مقبولة أو غير مقبولة. فأنا لما أروح إلى الإمام عليه السلام وأزور ينبغي لي أن أطهر الخارج والداخل. نسأل من الله أنه يقبل زيارتنا بحق محمد موفقين إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا
كذلك عندنا سؤال من الأخ مصطفى الموسوي من بابل. أخ مصطفى يسأل جنابكم، طبعا سيد مصطفى يسأل جنابكم، يقول يقول أنا مطلوب صوم يعني حال أنه دائرة السحر، يقول وراء 5 دقائق شفت الساعة على أنه هذا فايت عليه الأذان يعني متأذن ومخلص وأنا دائرة السحر، يقول أكمل صومي لو هذا بعد خلص أنا مفطر؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. صوت أذان ما سمع، صوت الأذان ما سمع، خلينا نقول هيك، نقول أنه صوت الأذان لم يسمعه. نعم. اعتمد مثلا على الساعة، يعرف أنه بهذا الوقت يأذن، تمام. لكن بعد ذلك علم أنه لم أذن وهو قاعد يأكل، ينبغي له الإمساك حين علمه بفوات الوقت، أنه جاز وقت الأذان، ينبغي له الإمساك عن المفطرات ولا شيء عليه. إذا كان عنده مقدمة، هو كان مجريها مقدمة علمية، مو تارك الأمر هكذا والله شو وقت ما أسمع أنا خلاص أمسك، لا، كون حاط مقدمة مثلا المنبه، تمام. واشتبه هذا بتوقيت المنبه اشتبه، فاتضح أنه لا مأذن قبل 5 دقائق، هنا هو معذور حينئذ يمسك ويكمل الصيام. سيدنا طبعا ذكرت في الموضوع جدا مهم، في أيام شهر رمضان أكو مقدمات للأذان، هو اشرب الماء وأمساك، طبعا هو يقدم هنا هو قراءة القرآن والأدعية، وبعدها يشرب الماء يصيح بالمنارة وبعدها يقول امساك. تنبيه يعني، هو هذا التنبيه. هنا السؤال، إيش وقت المكلف يقطع الأكل ويقطع الشرب، يعني يأخذ غريب. بالإمساك يأخذ هو من قبل دقائق عن الأذان، لو من يسمع غريب. الأذان بالمنارة أو بالتلفزيون من يقول يا بأمساك أو يشرب الماء وعجل وكذا وكذا. طبعا هو بالأصل فقط يسمع الأذان، المفروض بي يمسك خلاص انتهت، بعد يصير عنده امساك. لكن احتياطا بعض المراجع يحتاطون في لهذا الامر، في انه قبل الوقت ب10 دقائق، انه الانسان احتياطا يمسك عن تناول المفطرات قبل 10 دقائق من الوقت احتياطاً. وهذا احتياطا، والا هو بالاصل فقط في وقت الأذان يمسك، لأن هذا الوقت هو المشعر بدخول وقت الفجر. كذلك عندنا سؤال من أحد الأخوة من البصرة، يقول بالنسبة لصلاة الليل، هل تكفي أنه الصلاة تكون في الشفع والوتر أم لا؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز، لأن صلاة الليل معروفة 8 ركعات، أما أنا أختصرها أنا بركعتين ما عندنا هيك في الأدلة، يعني في الأدلة التي بين يدينا اختصار صلاة الليل بمثلا بركعتين، لأن هي في الروايات مذكورة 8 ركعات. نعم له أن إذا مثلا تضيق الوقت عن صلاة الفجر أو صلاة الصبح، له أن يؤدي الشفع والوتر، يعني ركعتين الشفع وركعة الوتر، وبعد ذلك يقضي صلاة الليل اللي هي 8 ركعات في أي وقتين. ممكن أنه هذه 8 ركعات يجزها على ركعتين طبعا هي تصلى على ركعتين هي صح تصلى، بس مو باستمرار، لا يجزها، فرضا هسه صلى ركعتين ورفض 3 دقائق 4 دقائق يجصلى ركعتين الباقية بنفس النية، نية صلاة الليل يجوز لأن كل صلاة كل ركعتين هي صلاة بحد ذاتها مثل صلاة الصبح هي بالضبط. أحسنتم. كذلك عندنا سؤال من أحد الأخوة يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الزيارة للوالدين بالنيابة أم لا؟ طبعا يجوز ذلك، وهذا أيضا من البر، سواء كان الوالدين أموات أو أحياء، يقدر يصلي يقدر يزور بالنيابة ويصلي عنهم أيضا صلاة الركعتين صلاة الزيارة. هل من الممكن هذا من صلاة الزيارة تنجمع
طبعا هي صلاة الزيارة هي بعد خو معروفة، هل من الممكن انه يخلي وياها هذه للأموات وللمقلدين الدعاء والزيارة وكذلك للوالدين ام غير ممكن؟ يعني في صلاة واحدة؟ في صلاة واحدة جائز. جائز اي، لان هي صلاة مستحبة وعنوانها صلاة الزيارة وثوابها لكل هؤلاء. احسنتم سيدنا، اسمح لي اذهب فاصل واصل الحديث معكم. اذا مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين اخوانا. هل لغسل يوم الجمعة رواية يعتمد عليها في الفضل والاستحباب؟ بل التأكيد على الاستحباب والثواب الجزيل لها، لأني سمعت من أحد المؤمنين بأنه لا توجد رواية قوية في فضلها واستحبابها. غسل الجمعة رجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة، وفي آخر غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، وفي جملة منها التعبير بالوجوب، لكن الجمع بين الروايات يفيد تأكد الاستحباب. هل يصح الغسل يوم الجمعة قبل وقته بقليل أو في يوم الخميس مثلاً؟ وهل يمكنني القضاء في يوم السبت إذا لم آتي به لأي سبب كان، لعذر أو بدون عذر؟ يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء أو فقده أو عدم التمكن من استعماله في يوم الجمعة، ويستحب إعادته يوم الجمعة أو يوم السبت إذا حصل على الماء، كما يستحب قضاؤه لو لم يغتسل يوم الجمعة في يوم السبت. ما حكم من مس الميت ونسي أن يغتسل ثم صلى صلاة العشاءين وبعد الانتهاء تذكر أنه لم يغتسل بعد؟ تجب إعادة صلاة العشاءين بعد الغسل والوضوء في فرض السؤال. أحد الإخوة أشكل علي ما إذا كان الغسل صحيحاً حيث يكون الغسل من الأسفل إلى الأعلى، فهل هذا جائز؟ وأليس هذا يخالف قانون الطبيعة؟ لم يكن في الغسل نص كما في الوضوء على مراعاة الغسل من الأعلى إلى الأسفل، مما يشعر بأن الملاك هو وصول الماء إلى الجسد بأي صورة كان. أنا لدي مشكلة، وهي أنني لا يمكنني حبس البول، ولذا فهو يخرج أثناء الغسل، ولم أكن في السابق أعلم بأنه يجب الوضوء بعد الغسل في هذه الحالة، ولذا لم أكن أتوضأ، فما حكمي؟ مع عدم الوضوء في فرض السؤال يجب عليك قضاء تلك الصلوات. هل تتوقف صحة الغسل في هذه الصورة على الوضوء بعده؟ الغسل صحيح، ولكن لو أحدث أثناءه فإن عليه الوضوء بعد الفراغ من الغسل. هل لبس الجبة الملونة وأيضاً الحجاب الملون فيه إشكال؟ إذا لم يكونا من لباس الشهرة ولا من لباس الزينة ولم يكونا مثيرين فارتداؤهما جائز، والأفضل للمؤمنات هو الأسود. هل يجوز وضع شيء من المكياج الخفيف قبل الخروج؟ لأني لا أستطيع الخروج بدون ترتيب ولو قليلاً للوجه، يعد ذلك زينة عرفاً فيجب على المرأة ستره. ما حكم عمل التاتو للحواجب؟ رسم الحواجب بالليزر بالنسبة للنساء هل يجوز؟ وإن كان لا يجوز فهل بسبب اعتباره نوعاً من الزينة التي يجب عدم إظهارها؟ أم بسبب كونه نوعاً من الوشم؟ علماً بأنه يدوم لمدة سنة تقريباً؟ وهل يسقط عدم جوازه إذا كان شعر الحاجبين خفيفاً جداً أو يملأهما الشيب؟ يجوز مثل ذلك للنساء ويجب ستره إذا عد زينة عرفاً.
هل يجوز وضع الكحل في العين؟ لأن البعض يقول إنه من ضروريات المرأة، وقد يكون وضعه لفائدته للعين. الكحل زينة على الأظهر، ولا يجوز إظهاره لغير المحارم. هل يمكنني أن ألبس العباءة الإيرانية؟ وقد اشتهرت عندنا في بعض أماكن العراق أن الأفضل هو العباءة العراقية. العباءة العربية أفضل، لأن فيها نوع اقتداء بالسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي يأمل الجميع شفاعتها إن شاء الله تعالى. حياكم الله مجددا المشاهدين الكرام في برنامجكم هداية السائل، وكذلك نرحب بفضيلة العلامة سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. حياكم الله مجددا سيدنا، وأهلا وسهلا الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام، ابتداء من 11/3 المصادف يوم السبت القادم إن شاء الله سيكون البث المباشر لبرنامجكم هداية السائل في الساعة 17:00 عصرا. وكذلك أذكركم أيضا للمشاركة في البرنامج، يمكنكم أرسال رسائلكم واستفساراتكم عبر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة. إذن سيدنا، وصلنا إلى سؤال أحد الأخوة يقول: ما هو المقصود في صورة الواقعة بأكواب وأباريق؟ فدي بسم الله الرحمن الرحيم. ما ورد في صورة الواقعة من وصف لصورة الجنة، وردت هذه العبارة: بأكواب وأباريق يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب والأباريق في كثير من التفاسير يذكرون أنه هي نفس صورة هذه الأكواب والأباريق المعروفة عند الناس. الإبريق يختلف عن الكوب، طبعا أكواب جمع كوب، أباريق جمع إبريق، كلاهما يحوي سائل اللي هو الماء أو أي سائل آخر. لكن الفرق ما بين الكوب وما بين الإبريق أن الإبريق فيه عروة ممكن أن يمسك بها، وفيه خرطوم يخرج منه هذا السائل اللي هو الماء. الكوب لا يوجد فيه لا عروة ولا خرطوم يخرج منه الماء، فقط إناء. يعني نقدر نقول إبريق، لكنه ذن الاثنين الزوائد ما موجودة بها. هو ظرف يحوي أي سائل معروف، مثلا الماء أو الشربة أو غيرها وكذا. وأفرد الله سبحانه وتعالى، ذكر بعد ذلك قال: بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال كأس، الكأس يعني في العربية وفي معاني اللغة العربية يسمى هذا الظرف الذي يحوي سائل كأسا إذا كان فيه ذلك السائل، وإن كان فارغا يقال له قدح حين ذاك. فالفارغ يسمى قدح، والمملوء يسمى كأسا. فإذا أكواب وأباريق هي هاي الأكواب والأباريق المعروفة عند الناس. أحسنت. كذلك إحدى الأخوات تسأل جنابكم، تقول: أمي دائما تفرق بينه وبين أخواني، هل يجوز أتكلم عليها أمام زميلاتي أم لا؟ تتكلم يعني بأي نحو؟ تعرض الحالة أم تشتكي مثلا على أمها؟ أو واحد مرات يطلع هموم. ها، إذا مجرد هيك هموم، يعني مثلا شلون نقول إحنا بالعامية يفضفض فقط ليس إلا هذا، ما بيشي. يعني الواحد حتى لو يحكي ويا آخر ويحكي ويا روحه يحكي ويا الحائط، مجرد فضفضة هذا لا إشكال فيها، ما يخالف. لكن إذا كان هذه الفضفضة تسيء إلى والدتها، ربما تدخل المسألة في العقوق، وهذا لا يجوز. لا يجوز. كذلك أحد الأخوة يسأل جنابكم، يقول: البعض يقوم بتسليم في الصلاة، يعني في آخر الصلاة، بضرب الفخذ
حال القول الله أكبر 3 مرات، فهل هذا العمل هو مستحب في الصلاة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الفخذ لا حكم له، وإنما هي عادة عند بعض الناس، فهو ما ألفت حكم معين. احنا عندنا أقل التعقيبات للصلاة هو قول الله أكبر، رفع اليدين، هذه رفع اليدين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بهذه الصورة، وهذا مو رفع اليدين، وإنما هذه التعقيبة بأقل التعقيبات قول الله أكبر 3 مرات هو هذا المستحب. أما ضرب الفخذين فهي عادة عند الناس، وإلا هي ما إلى حكم، لأنه ما وارد فيها مثلا أنها من التعقيبات. فينبغي للمصلي أن يبتعد عن ضرب الفخذ، وإنما يرفع إيده فوق فقط ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا كافي. مرات لا يعني يرفع إيده 3 مرات بس يأخذ التفاتة يمنى ويسرى، بل التفاتها أيضا هذا راجع إلى العادة، معتاد بعض الناس أن يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار، بس الحمد لله أنه هذا الالتفات مالته بعد التسليم، لأنه قبل التسليم ربما تخرجه عن صورة الصلاة، تبطل الصلاة قبل التسليم. فلو قال الله أكبر الله أكبر وافتر مثلا وجهه اليمنى ويسرى، هذا أيضا هم لا حكم له، مثلها مثل ضرب الفخذ. على المصلين أن يبتعدوا عن هذه الزوائد التي لم ينزل بها نص ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك سؤال آخر، ما حكم الصلاة في ملابس رسمت عليها صور الحيوانات سواء إن كانت حقيقية أو خيالية؟ بل هو مكروه أن يصلي المكلف بثياب مرسوم عليها هذه الصور، صور الحيوانات سواء كانت حقيقية أو متخيلة، هو الحكم مالتها مكروه. أحسن. كذلك أحد الأخوات تسأل جنابكم، تقول لماذا أوجب الإسلام الحجاب علما بأن الدين سمح وبالدين حرية؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. أوجب الإسلام الحجاب على المرأة لمصلحة حفظ النظام العام، هذه المصلحة هي التي أوجبت على النساء لبس الحجاب، ومصلحة حفظ النظام مقدمة على الحرية الشخصية، وهذا مسألة عقلائية أيضا مو فقط بس شرعية، قد يعني مو يستقل العقل مثلا بحسن حفظ النظام العام، وهذا معروف حتى عند كل العقلاء في كل علم في كل فن في كل مجتمع، تجد أنه حينما تكون هناك مصلحة عامة ومصلحة شخصية فردية فيقدمون المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الفردية. هذه وين ما كان، هذه مو مسألة يعني تفردنا بها ونقول أنه حفظ النظام مقدم على الحرية الشخصية، في كل مكان حتى في المجتمعات التي لا دين لها، لما تشوف يتعارضا أو يتوازن يتوازيان المصلحة العامة والحرية الشخصية، شي يقدمون؟ يقدمون المصلحة العامة. فمسألة تكليف النساء بالحجاب هو لمصلحة حفظ النظام العام، وحفظ النظام العام مقدم على الحرية الشخصية. أحسن. كذلك سيدنا، لو وقعت نجاسة مثل الدم على سطح أملس وثم هذا السطح بعدها نمسح بقطعة قماش سيدنا، وهذا أو مو بقطعة قماش مثلا بالسبيرتو، بل يعني هل يعد هذا طاهر أم لا؟ على سطح أملس نعم، وقعت مثلا نقطة دم. احنا عندنا من مسائل، اذا تتذكر في بعض الحلقات ذكرنا مسائل الطهارة، بل زين، ومنها يعني من الاشياء التي تجعل هذه الاشياء طاهرة، عددنا منها الكثير، منها الشمس، منها الماء، منها التراب، منها الى اخره. واحدة من هذه المسائل اللي ذكرنا بها
فيها الشروط إزالة عين النجاسة، هسا سواء كان السطح أملس أم لم يكن أملسا، إزالة النجاسة أيضا من المطهرات، إزالة عين النجاسة. مثلا شنو اللي يبقى؟ يبقى الأثر، تمام، أثر مثل لون، هذا ما يعني ممكن أن يزال بالماء، ممكن أن يزال بالشمس، ممكن أن يزال بالتراب، ممكن أن يزول من وحده، لكن من أزن عين النجاسة طهر المحل. وخصوصا في مسألة هذا السطح الأملس، لأنه السطح الأملس لا يمستمسك بالنجاسة، مجرد مثلا مسحتها مكلينس أو بوصلة. سيدنا يبقى هو بعض الأحيان إذا ما كان أثر واضح يبقى بفد أثر هو سقط عليه، سقطت عليه النجاسة. أي مع ذلك قلنا إحنا وحدة من المطهرات للأشياء، لهذه المكانات مثلا وحدة من المطهرات ما صار عليها إزالة عين النجاسة. أنا خلص من أزلت عين النجاسة طهر المحل. إذا بقى لون، اللون لا اعتبار به، إحنا عندنا العين، عين النجاسة اللي إحنا إلها اعتبار، بحيث نقول اغسلها بالماء أو مثلا الشمس يطهرها أو إزالة التراب. عين النجاسة سيدنا، بس إذا سمحت لي، هو أنه رفع الشيء عن ذلك، يعني رفع النجاسة عن هذا السطح الأملس. صحيح. بس إحنا إذا مسحناه لا، هذا ما راح ينرفع، راح يكون يأخذ منطقة أوسع من هذا السطح الأملس، يعني هذا الدم راح مثل ما على قولته هنا شوية نقول انتشرت مثلا قطعة دم وانتشرت على هذا السطح. خب إذا شفتها أنت منتشرة امسح الباقي. ليش؟ لأنه إذا أزن بس بدون أثر بعد. خب إذا راح الأثر حينئذ يعني أزلت النجاسة، هو إزالة عين النجاسة من المطهرات. أحسن. كذلك عندنا الأخت أم محمد تقول أريد أعرف أوقات صلاة القضاء في الذمة، تقول إيش وقت نصلي؟ في أي وقت ممكن لها أن تقضي ما فاتها من الصلوات، بس بشرط أن لا يكون وقت القضاء مزاحم لوقت الأداء للفرائض الحالية. مثلا عدها مثلا الآن أذن الظهر، فالواجب عليها شنو؟ صلاة الظهر. ما يصير هي تستمر بالقضاء، بقضاء الصلوات الفائتة، وعليها الآن واجب أداء مثلا صلاة الظهر. لازم يكون شنو؟ ما يتوازن، لازم يكون صلاة الأداء تؤدى، ثم بعد ذلك في أي وقت تقضي فيها ما فاتها من الصلوات. كذلك سيدنا سؤال جدا مهم من أحد الأخوة أسامة من الحلة، يسأل جنابكم يقول هل الوشم حرام أم لا؟ الوشم؟ بلي بلي، مسألة الوشم يمكن تكلمنا عنها في سابقاً. حلقات بلي ذكرناها سابقة. الوشم هو رسم بعض الحروف أو بعض الأشكال على الجسد، إن صدق عليه إنه إيذاء للجسد فهو لا يجوز إيذاء. إذا صدق عليه إنه إيذاء للجسد فلا يجوز الوشم، لكن إذا لم يصدق عليه إنه إيذاء فجائز حينئذ الوشم. من يحدد هذا الإيذاء؟ العرف. إذا العرف مثلا قال أنه هذا الوشم من الأذية، هذا إذا إذاء، سواء كان هذا الإذاء على الجسد، إذاء شخصي، أو ربما لا، الإذاء شكل آخر، مثلا إذاء نوعي، مو فقط عليه، عليه وعلى أهله وعشيرته وجماعته. ممكن أريد يعني نوصل للسادة المشاهدين على أريد إحنا هنسبب، أريد نعرف جنابكم دائما تذكرون، أو هو إحنا دائما نذكر على أنه العرف، منو يحدد هذا العرف؟ منو؟ الناس، على الناس، سائر الناس، لا فالطبقة معينة من الناس، العقلاء، هذا هو المقصود بالعرف، يعني عرف العقلاء، العقل النوعي مو العقل الشخصي. العقل الشخصي يستند إلى ما يستند إلى حواسه، يستند إلى رغباته، يستند إلى هواه. لذلك إحنا ما نعتمد على العقل الشخصي،
ايش نعتمد؟ نعتمد على العقل النوعي. العقل النوعي لا يعتمد على الهوى ولا على الرغبات الشخصية. عقل نوعي، العقل النوعي هذا هو الذي يحدد لنا المواضيع العرفية. فلما نقول أذية، الأذية يحددها العرف. العرف يعني منو؟ يعني العقلاء اللي يقولون أن هذا الشيء مؤذي أو غير مؤذي. ذولا ما يعتمدون على رغباتهم الشخصية، تمام؟ مثلا إذا قالوا على الوشم أنه مؤذي، سواء كان أذية شخصية لهذا اللي يوشم أو أذية، لا أذية عامة. مثلا أهله يتأذون، يتأذون منين؟ من نظرات الناس إلى حكي العالم، حكي العالم مثلا، هذه أذية لا مؤذية؟ زين، من يحدد هذه الأذية؟ العقلاء. العقلاء قالوا تفضلوا هذا وأوشم، جعل جسده معرض للوشم وتأذى ناس من عنده، أو هو تأذى مثلا بأنواع الأذى، مو أذى مثلا الأذى اللي هو جرح مثلا أو قرح، يعني هو بأنواع الأذى. أوصل وياكم فد نقطة، أرد يعني فهم المشاهد على أنه أرد أفهم مقدار الأذى شنو حتى يقدر العرف يحدده. مرتين يكون الأذى جسدي، كان واحد يجرح نفسه سموه أذية، مو صحيح ولا؟ ومرة لا، الأذية من نوع آخر، كأن مثلا أنا أؤذيه بولده. إذا مثلا عندك ابنك، أنا أجي أضرب ابنك، أنت تتأذى من يمك، مو صحيح ولا؟ مع العلم أنا ما ضربتك إلك، ضربت الابن. أو مثلا حكاية، أكو بعض الأشخاص يتأذون من الإشارة. لاحظت؟ أكو أنا أشوف بعض الناس إذا مجرد بس يعني يتعطل بالسرة يتأذى، مو أذية جسدية، لكن شنو؟ أذية مثلا ينفعل، يقول أنا ليش مثلا ما أعطوني احترامي، ما ليش كرامة هنا أو شأنيتي أو غيرها. نعم. فهاي المسألة تتفاوت بين الناس. أكو واحد مثلا الضربة ضربة شديدة ما يتأذى من عندها، ربما الأذية جسدية لكن مشاعره ما تتأذى، وربما لا، إنسان مجرد أن يشير لإشارة يتأذى. فهذه المسألة تختلف بين الناس، مسألة الأذى. هذا الواشم الذي يدق على جسده ربما هو ما يتأذى، لكن الآخرين ربما يتأذون. أحسن منه سيدنا، بقالي تقريبا خدمتكم دقيقة أو دقيقتين. سؤال جدا مهم انطرح من أحد الأخوات، يقول السلام عليكم، عندنا في زيارة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، نقول أو تقول في جملة هذه الزيارة: السلام عليك أيها المهذب الخائف. ما معنى الخائف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخائف هنا ربما تفسر على أنها الخوف، يعني خوف الإمام على الشريعة، على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولا نستطيع أن نفسرها أنه الخوف، الخوف الشخصي. ليش؟ لأنه سبقت كلمة الخوف كلمة أخرى، اسم شنو هي؟ المهذب. المهذب المقصود يعني شنو؟ المهذب يعني النقي، يعني فيه نقاء، النقاء والمستخلص. هذا الإمام المهذب فيه النقاء وفيه الخلاص، تمام؟ فإذا كان فيه هذين الوصفين، وصف النقاء اللي عبرت عنها كلمة المهذب، يعني لا يلائمه القول أنه خائف، لأنه النقاء كمال، المهذب صفة كمال في هذا الشخص، في شخص الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والخوف الشخصي صفة نقص، فكيف أنا أنسب الخوف له من أنه خائف على مستوى الشخص، يعني مرعوب، نقدر نقول هيك، تمام؟ لأنواع الخوف، لأنواع الرعب، هذا لا يناسب كلمة المهذب، لأن المهذب صفة كمال، يعني بمعنى النقاء، بمعنى الخلص، هو من الخلص من الأشخاص، تمام؟
فالخوف الشخصي لا يناسب كلمة المهذب. ما هو المناسب إلها؟ أن نقول أن الخوف بمعنى خوفه على شريعة الله، من أن تحرف، من أن تبدل إلى آخره. أحسنتم، شكرا لك سيد، خدمتكم الله يحفظكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، ابتداء من 11/3 المصادف إن شاء الله السبت القادم سيكون برنامجكم برنامج هداية السائل إن شاء الله في الساعة 5 عصرا. هذا جانب. جانب الآخر مشاهدينا الكرام، طبعا دائما نذكركم للمشاركة في البرنامج، يمكنكم إرسال رسائلكم، وكذلك من ترسلون رسائلكم يا ريت ترفقون وياها اسمكم واسم المحافظة اللي انتم بها أو الدولة اللي انتم بها حتى نكون في خدمتكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل لي وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام.